هل يبدو لك أن حزب المحافظين مستعد أو هو في وارد التخلي عن رئيس الوزراء وقد ينتهي الأمر بإقالته أو استقالته؟ Well, I don't think that they are ready quite لا yet أعتقد أنهم جاهزون لهذا السيناريو لأنهم لم يقدموا خطابات بما فيه الكفاية بشأن سحب الثقة. وبعد مرور الأيام والأسابيع سوف نسمع نتيجة التحقيقات الخاصة بالتسريبات وأيضا الاستفسارات الشرطية. أعتقد أنه من المحتمل بشكل كبير بأنه سيكون هناك تصويت بشأن سحب الثقة. 180 من أعضاء البرلمان كافين للإطاحة بجونسون. وهل تعتقد أستاذ جوناثان بأن التحقيقات يمكن أن تخرج بنتيجة واضحة، تحقيقات الشرطة أو حتى التحقيقات المدنية؟ لأن هناك اعتقاد بأن الصورة ستكون ضبابية وغير واضحة مراعاة لكاريزما المنصب، منصب رئيس الوزراء. It's very hard to say. The most من الصعب للغاية القول بشكل حاسم. علينا أن نتذكر بأن الحزب المحافظين لا يتصرفون في الصالح الوطني في الوقت الحالي، ولكنهم يتصرفون وفق تصورهم لصالح الانتخابات. إذا ما اعتقدوا أن بوريس جونسون لديه القدرة الانتخابية للحصول على التصويت أو أنه يمكن أن يفوز في الانتخابات أو من يحل محله سيكون أسوأ منه أو ستكون هناك فوضى إذا ما أطيح به من منصبه، فربما يقررون الإبقاء عليه. هذه هي حساباتهم في الوقت الحالي. الغالبية تظهر بأنهم سوف يبقون عليه، لن يكون هناك تغييرات جذرية خلال الأسابيع المقبلة في ظل نتائج التحقيقات.